اللي احنا قلنا عليه في البدايه ان انت بتعمل حرب روحيه، فلازم تقنعهم بفلسفه عليا ان هذا الدين اللوسيفري او الدين اللي جاي بيه النظام العالمي الجديد جاي بدين الهي وليس دين وضعه مخلوق. فكل عشان كده كل الخدع دي وكل اللي بيحصل وكل الحروب الطاحنه وكل الابادات وكل التفتيت الداخلي عن طريق الاغذيه المصنعه والحبوب المهجنه والبتاع، انه بيحطمك داخليا، بيحطمك داخليا وبيسيطر عليك وبيوصل وبيبيد الناس اللي هم هيقرفوه، يعني اللي هم اتبع الاديان. ربنا سبحانه وتعالى معنى كده ان اللي هيموت قبل الشغلانه ديت من البشر ده ربنا رحمه، لان ربنا عمل امتحان صعب جدا للمؤمنين اللي هيكملوا اللي هيستحقوا انهم يخشوا الجنه، ده عامل لهم امتحان صعب جدا. ما هي دي بقى، ما هي دي يعني ده ماسك على دينه زي ماسك على القبض على دينه زي القبض على جمر. يعني وعشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام لما سماهم لما كان قاعد مع اصحابه وقال صرخ على احبابه فقالوا له مش احنا احبابك يا رسول. يعني انا بقول المفهوم مش منطق الحديث، ان لما قالوا له مش احنا احبابك يا رسول الله، قال لهم انتوا معايا والدين لسه في اوله وكذا، لكن احبابي هم اللي في اخر الزمان اللي هيكون فيه فتن وبدع وكذا وكذا، وهيثبتوا على دينهم كالقابض على جمرة من طيب النار. في يا دكتورة في نوارة أحمد، الأستاذة نوارة أحمد تقول أرجو قراءة كلامي، ما يحدث ألا يحاول به العلماء أن يوصلوا لنا أن علامات الساعة أصبحت قريبة، وهذا علم نشأة الكون ونهاية الكون يتوصل إليه العلماء عندما يصل لكل شيء عن الكون، وقتها يكون الساعة لأن علمها عند ربي. ملحوظة تلك الرسالة من إيمان محمد بدران، وأنا فقط أقوم بنقلها الحاجة. لا الكلام ده على فكرة جزء مهم جدا، عشان كده الناس للأسف يعني بتترك الحاجات المهمة عشان بسيطة، وبتبص يعني إحنا دايما نبص في حاجات معقدة نترك الأساسيات. أنا قلت الكلمة دي مهم جدا إن إحنا نفهم إن هم دارسين كل أدياننا ويعني دارسين كل أدياننا ومعتقداتنا وعرفنا وكذا، وبيلعبوا بيها وبيلعبوا بنبوءاتنا وفق مخططهم. يعني هم مثلا في مشروع إنوخ زي ما قلنا إن الشيطان بيتمثل، ها، والعياذ بالله يعني بيتمثل بالنسبة لأتباعه كإله، فعشان يعمل إن هو مسيطر بمخططات لازم يحط خطة ألف ب جيم. ها مش معنى ان احنا بنتكلم مثلا على إنوخ والشعاع الازرق ان هو ده المخطط ان احنا ماشيين عليه كده زي الالف، لا ده هو موضوع له خطة واحد خطة اتنين خطة تلاتة، ممكن نأجل الجزئية دي شوية الظروف مش سامعة، طب نلعب في دي الاول، طب كذا طب كذا طب كذا، وبعدين اللي فوق دوت ان ايه كله تابع لقدر الله، اذا ربنا اراد امر هيقول له كن فيكون، إن لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وفي آخر الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف، إن كل اللي احنا ماشيين فيه ده سواء بخير أو شر أو ربنا أذن بيه أو ربنا أراد إن الفتنة دي تحدث عشان تغربل الفاسد من الصالح. لا 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 ده صالح إيه ده اللي هيخش ده لكن ما احنا عارفين إن احنا في فتنة النهاية، احنا دلوقتي داخلين على خطوات النهايه ودي هتكون داخلين على اصعب. ما تلمي اجابتك شويه عشان خاطر في رشا يوسف بتقول السلام عليكم، انا الدكتور رشا من المدينه المنوره، تحياتي وشكرني. مش عارف سؤالي، شرارة الحرب العالميه هل شرط ان تكون من كوريا ولا ممكن نفرق من بلد اخر وطالما انها مدبره؟ لا هي كلمتين هي. لا هي مش شرط طبعا تكون من كوريا. طيب. اعتقد ان هي هتحصل في الخليج العربي يعني او في منطقتنا. عندي سؤال، احداث السونامي كان ليهم يد فيها؟ بالتأكيد. طيب أماني بتقول سلام عليكم شكرا وأشكر دكتور، لو سمحت عايز أسأل الدكتور إيه رأيه في سلسلة القادمون وسلسلة أين الحقيقة، وهل هناك جماعات هدفها محاربة المسلمين هي من قامت بهذه الأعمال؟ والله أنا مش عايز أجاوب على ده عشان مبقاش فيه هجوم على حاجة، بس في مشاكل يعني في حاجات بتوضحها حقيقية، لكن في تداخل من اتجاهات أخرى، يعني مش عايزة أكون مهاجمة بس في تداخل في اتجاهات شيعية في بعض السلاسل دي وفي بعض اختلافات. أسامة أحمد بيقول لي بالله عليك يا ناس حلقة واحدة مش كفاية، ولو عايزين صالح البلد دي لأن مش كل الناس بتدخل على الصفحة بتاعتها على النت، وتحيتها لها ربنا وفقها هي وكل زيها. أعمل حالة أستاذ إبراهيم في زيادة عدد الحالات، لو عايز فوتنج يعني لو عايز تصويت قول لي، يعني لا من غير تصويت إن شاء الله ربنا يسهل. بس هتستحملونا احنا الاثنين على يعني أكثر من مرة. مهند بيقول عايز اقول حاجه
بخصوص اللي اسرائيل بتعمله وبتحاول تعمله والنيزك والزلازل اللي حضرتك اتكلمت فيها، وكمان بالنسبه للاشعاع اللي ممكن يكون ليه تاثير على المخ. على فكره يا مهند، ما قالتش الاسرائيل اللي بتعمل ده، عشان بس احنا فين من الاول، يعني من الاول انت اتخذت في حته فمشيت على خط تاني. بدليل اولا ارض الاديان والرسالات والانبياء لن يمتلكها قتلة الانبياء، وربنا قال كده في كتابه العزيز. ما انا عشان كده بقول لك مش اسرائيل، ده حزب الشيطان، ده الموضوع تاني. واحد هترد عليك الدكتور، لان وربنا قال في كتابه العزيز لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. بالنسبه للتاثير اللي بيحاولوا يعملوه علشان يأثروا على عقول البشر كما ذكر الله، واضح من الايات ان القلب كما كان للتعقل والتفكير مذكور مع الاذان، والله لا يعاقب الانسان على قصور دماغه الذي في راسه، بل يعاقبه على تعميه بقلبه عن الحق الذي وصله. فهذه النصوص تدل على ان القلب هو الاصل وان ايمانه هو لزم الايمان الاساسي. وفي كمان معلومه احب افيد الناس، ان كثره السجود لله في الصلاة تمنع كل الأمراض اللي تصيب المخ والرأس. عايز أقول لك بس الكلام اللي فيما يخص القلب، الدكتورة يمكن شرحته وأثبتت ده بالأحاديث وبالقرآن. بتردي بتقول إيه الحاجة التانية؟ إن الدكتورة ما قالش إسرائيل. على فكرة الموضوع كله مش إسرائيل ولا أمريكا ولا 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 إنجلترا، ده حدوتة تانية. النظام العالمي الجديد ده مش كده ولا إيه يا دكتورة؟ طب ما تقولي. يعني هي نقطة طبعا، يعني أنا عايز أسأله، لازم نفرق، والحكاية دي بنقولها كل مرة، لازم نفرق بين قدرة ربنا ومشيئته وبين سريان مخطط وفتن ربنا من قدره أنه يسمح. وإيه تفتكر لو ربنا مش مقدرها حتن؟ بالظبط، ده ربنا المقدر ده. لا لا، الناس مثلا ما احنا بنتكلم على مخططات عشان الناس تفهم، أصلا انت يعني ما هو هنرجع لنفس الإجابة. لو ربنا سبحانه وتعالى ما كانش قال لك ان في شيطان وعد او تعهد بالانتقام من بني آدم بالطريقة الفلانية والفلانية، ان هو هيجي عن يمينك وشمالك وهيأمرك انك تغير شكلك وهيقعد صراط الله المستقيم، لو ربنا ما قالش كل التفاصيل دي وقال لك استعيذ من الشيطان الرجيم وان ان الشيطان ينزغ بينكم انه عمال يضربك بالعداوه ويخليك تقول قول السيء ويخليك كذا ويخليك تبتعد عن، لو ربنا ما كانش حذرنا ها وكان سابنا على فطرتنا، ما احنا فطرتنا ما اشهدنا في عالم الذر ان احنا مؤمنين ها، لو ربنا ما كانش حذرنا كنا عرفنا ان احنا نتوقع ازاي الشيطان او نعرف او ان دي دي وسوسه شيطان او كذا، ما كناش هنعرف. فاللي احنا بنعمله ده اللي احنا بنقول عليه ان العلم بالشيء من اكبر سبل المقاومه. لو انت يعني زي ما قلنا مثلا في الحلقه اللي فاتت ان هم استخدموا الاستحواذ بالموجات الخفيضه، استخدموه على سجناء القاعده زي ابو زبيده ده اللي في خلال 30 ثانيه تم الاستحواذ عليه واعتقد ان ربنا بيكلمه داخليا وانه عنده رسائل من الله وكذا، احد قاده القاعده ها. لو احنا ما عرفناش ان في هذه التقنيه، وهذه التقنيه من قبل الستينات كانت مستخدمها روسيا قبل هرب وكده يعني، ودي حقيقة علمية. لو احنا معرفناش ان في تقنيات بتعمل استحواذ عقلي وتسمع اصوات داخلية وكذا وكذا، كنت هتعرف تقاومها؟ ما هو 60% او اكثر من المقاومة انك تعلم بهذه النقطة. لا النقطة زي ما حضرتك قلت ثاني حاجة اللي هو اللي قال عليها طبعا، ان القلب من الاخر هو بيت الله في جسد الانسان، القلب هو موطن الصلاح، بصلاحه يصلح كل شيء، القلب هو موطن الايمان وموطن التذكرة وموطن الذكر، وهو الرابطة بين الجسد المادي والروحي، وهو اللي طب لا انت خلاص يعني اقفلي عشان ماشي اوكي. يعني انت عايزه تقولي ما الكلام اللي حضرتك قلتيه قبل كده هو ده. طيب دكتوره هنكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله، وهنحاول نشوف لو وقتك وقت نعمل حلقه تانية، ولو ان انا شايف ان الساده المشاهدين مش هيقدروا يتحملوا ده. دكتوره مايا بشكرك جدا وبشكر حضراتكم، وهنلتقي مع دكتوره مايا اذا اراد ربنا وكلنا عمر ان شاء الله يوم الخميس الجاي، ونراكم على خير. صباح الخير.